السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة جريد فايف منهج أليكس إيزوي بالنسبة لدفاق حصة النهاردة هنبدأ كده أول جزء من الأونيتي هانك الوحدة الخمسة أول فيرب ال عندنا بيقابلنا هو فيغ بقلي بمعنى يذهب نحفظ تصريفاته كده جوفي طبعا قبل ما أقول لكم التصريفات يا ولاد الفيرب ده ال منتهي بالآخر لكن هو شاذ مش ماشي مع تصرفات المجموعه الاولى ده فيرب ايغولي فعل شاذ جو في جو في تو فا تو فا 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 والضمير الثالث اللي بيكون جنب ايل وايل مين بيكون مين الضمير اون اون فا نوزالو فوزالي ايل فو وهنحفظ كمان لي موايا دو ترانسبور اللي هي وسائل المواصلات طبعا بحفظ كويس مين ماسكولا ومين فيمينان مين مذكر ومين مؤنث لوبيس لوبيس لا فواتور اللي هي السيارة أو العربية لا فواتور لو باتو لوفيلو لوفيلو. لو فيلو لو لا موتو لا موتو خلي بالك الدراجة عندنا في العربي مؤنث وفي الفرنسي مذكر الموتوسيكل عندنا في العربي مذكر وفي الفرنسي مؤنث فالاتنين دول عكس العربي L'autre l'autre le taxi, le taxi, les relais, les relais. Oui, on va prendre aussi verbe « être », qui est « je suis »,« tu es »,« il est »,« nous sommes »,« vous êtes »,« ils sont ». On va prendre aussi le verbe « avoir ». بمعنى يملك أو عنده أو لديه جي جي تويا إلا إلا نوزافو فوزافي إلزون إلزون بالنسبة بقى للدفاغ اللي هنحله نبعته على جروب التليجرام عندي هنا بص ال... الرقم البادج مش مترقمة فانت هتحللي الاكسرسيز ده بس هتاخدوا كده سكرين شوت وتحلوا هتختار حرف الجر المناسب لوسيله المواصلات لو كانت مغلقه او كانت مفتوحه الثلاث اكزامبل دول بس اتمنى لكم التوفيق جميعا واقول لكم يغصبكم